شرح حملة هدايا أوريفليم نوفمبر 2020، برنامج الترحيب وهدايا الـ VIP. قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة ليكي تحضري معنا، ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ ببرنامج الترحيب للأعضاء الجدد اللي هم مشتركين في نوفمبر 2020. بتكون رسوم الاشتراك 45 جنيه تدفع مرة واحدة بس، وبيكون فيه 20 جنيه تجديد كل ما بيمر سنة على عضويتك. العضوية بتديكي مزايا كتير. أول حاجة بتديكي تخفيض 23% على أي منتج تشتريه لو انت عملتي 100 نقطة في أول شهر ليكي في الشركة. وزي ما واضح في الصورة، في 3 خطوات بثلاث هدايا قيمين جدا في برنامج ترحيب شهر 11. أول خطوة من برنامج الترحيب هي لما تعملي 100 نقطة في شهر 11، هتختار بين واحدة من الثلاث مجموعات دولة هدية. تستلمي الهدية بتاعتك دي مع أول طلبية ليكي بتعمليها الشهر الجاي. بالنسبة للخطوة الأولى، هتلاقي أول مجموعة اللي هي مجموعة Love Natural، عبارة عن شاور جيل وجل استحمام وبودرة تلك ولوشن للجسم. أو ممكن تختاري مجموعة من مجموعات المكياج. مجموعات المكياج عبارة عن كريم أساس ومسكرة وقلم كحلي مزدوج وبلاشر. الفرق بينهم ان بس كريم الأساس هتلاقي فيه واحد الدرجة الفاتحة افتح درجة اللي هي البورسلين، والتاني اللي هي الدرجة اللي اقل منها على طول. ده كده بالنسبة للخطوة الاولى اللي هي لو انت عملتي 100 نقطة في الشهر ده اللي هو شهر 11 عشان تستلميها الشهر الجاي. طيب الشهر الجاي اللي هو شهر 12، لو انت عملتي 100 نقطة بتقدري تختاري بين الثلاث منتجات الموجودين في الخطوة رقم 2. بتختاري بين الثلاث منتجات دول، يا اما كرات اللؤلؤ، يا اما البرفان الرجالي إكلاسبورت، او البرفان الحريمي ديفاين الزرقاء. نيجي بقى للخطوة الثالثة من برنامج الترحيب، وهي الخطوة الأخيرة اللي هي ثلاث شهر ليكي في الشركة. بتختاري بين يا اما امبر إليكسر، يا اما تاخدي الجورداني الرجالي. طبعا الهدية بتدفعي لها بس سعر رمزي اللي هي 45 جنيه بدل ثمنها الأصلي اللي هو بيكون أكتر من كده بكتير. في هنا كمان معلومة مهمة لازم تعرفيها علشان في ناس كتيرة قوي ما بتعرفهاش. الثلاث خطوات بتوع برنامج الترحيب مرتبطين ببعض، يعني لازم علشان تاخدي الهدية الثانية لازم تكوني عاملة الخطوة الأولى، وعشان تاخدي الخطوة الثالثة لازم تكوني محققة الخطوة الثانية. فهما لازم الثلاث شهور مع يعني ورا بعض تعملي 100 نقطة في أول شهر، و100 نقطة في تاني شهر، و100 نقطة في تالت شهر علشان تقدري تاخدي الهدايا بتاعت البرنامج كلها. بالنسبة لأكواد الهدايا هحطها لك تحت في الوصف بتاع الفيديو، يعني انزلي الوصف بتاع الفيديو هتلاقي الأكواد بتاعت الهدايا علشان تقدري تحطيها مع الطلبية بتاعتك وتنزل لك مع الشهر الجاي لما تحققي 100 نقطة الشهر ده إن شاء الله. ما تنسيش عرض الشحن المجاني اللي بيكون ليكي مع اول طلبيه تكون طالبه فيها حاجات ب 200 جنيه بعد التخفيض، او اللي هي 200 جنيه سعر العضويه. فما تنسيش ان انت تستفادي بعرض الشحن المجاني مع اول طلبيه ليكي. وطبعا لو كانت المنتجات اقل من 200 جنيه مع اول طلبيه ليكي بتدفعي مصاريف الشحن كامله. اول طلبيه دي بيكون فيها رسوم الاشتراك اللي هي 45 جنيه، وكتالوج مجاني بتاع الشهر ده، وكتالوج الشهر الجاي ب 11 جنيه. ده كان شرح برنامج الترحيب، ويلا نشوف برنامج الـ VIP. برنامج الـ VIP بيكون لكل الاعضاء، سواء الاعضاء دي قديمه او اعضاء جديده لسه مشتركه الشهر ده في الشركه. ولو عضوه جديده كملتي على ال 100 نقطه وصلتيهم لحد 200 نقطه فبتقدري تشتركي في برنامج الـ VIP كمان. وهنا في برنامج الـ VIP اي عضو جديد او قديم لما يحقق 200 نقطه شهر 11 بيحصل على برفان مجدي ديستا ب 159 جنيه بس بدل 959. لو كمل كمان 50 نقطه يعني وصل النقط بتاعته ال 250 بياخد برفان جورداني جولد اسانزا مجانا بدل 959 جنيه. وفي هديه كمان من برنامج الـ VIP لما بتكملي 300 نقطه. لو عملتي 300 نقطه في القسم الاولاني او الجزء الاولاني من شهر 11 اللي هو من يوم 1 لحد 15 تاخد هديه من هدايا الجزء الاولاني. لو انت كملتي 300 نقطه في الجزء الثاني من يوم 16 لحد يوم 30 بتاخدي هدية من هدايا اللي في الصور بتاعت الجزء التاني، وبرضو الهدية دي بتكون مجانية.
وبكده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعملي لايك، ومتنسيش تشوفي صندوق الوصف، واستنيني في فيديو جديد.